أورانج تقدم لكم أي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال معاك في التكنولوجيا معاك في اللي تحبوا. عسلامة، أهلا وسهلا بكم. موعد جديد مع أي تيك على قناة الحوار التونسي. موعد اليوم نركز فيه على إيفينمون مهم جدا صار في وسط الجمعة هذه نهار 28 و 29 مارس. كان الموعد مع تونيزيا ديجيتال ساميت، سومي كبير ياسر يخص الديجيتال. كانوا حاضرين فيه دي سبيسياليست من تونس ومن برا، لكن زاد فيه تركيز على الخدمه نتاع لي زونتربرونور التونسا فيما يخص الديجيتال. ليفينمون هذا زاد تم الاعلان فيه على مجموعه من القرارات باش يقع تفعيلها في الاسابيع الجايه. يلا حوصله مطوله، حلقه خاصه تونيزيا ديجيتال سامي 2018 في اي تيك. الجمعة اللي تعدت جمعة الديجيتال، فيها كان التركيز على الديجيتال والستارت اب. ابرز ليزيفينمون اللي صارت هو تونيزيا ديجيتال ساميت اللي يرجع في دورة ثانية، دورة دامت على نهارين. تي دي اس 2018 بالارقام 700 مشارك بين توانسة وجنسيات اخرى كيما الجزائر، الامارات، الكوت ديفوار، الكامرون، فرنسا وغيرهم. 50 سبيسياليست امنوا لي كونفرنس او لي زاتولي ولي وركشوب، منهم 20 مختص في ديجيتال جاي من الخارج. اليوم تونيزيا ديجيتال ساميت حب يجمع تقريبا 600 مشارك اللي اليوم جاوا يحكيوا على الديجيتال، حابوا يحكيوا على المصطلحات الجديده اللي قاعده تناقش على المستوى العالمي. حكينا على الانتليجنس ارتيفيسيال، حكينا على البيج داتا، حكينا على الاناليز دي دوني، على البلوك تشين، حكينا على الفينتك. المواضيع هذه مواضيع قاعده تطرح على مستوى عالمي، طرحناها اليوم بين الخبراء التوانسة اللي جاوا يعرضوا في الكومبيتونس نتاعهم، وما بين خبراء كذلك اجانب اللي جاوا يعطيونا التجربه نتاعهم. اليوم زاد كانت فرصه انه حبينا نوصلوا المعلومه على اهميه التحول الرقمي، كيفاش اليوم الديجيتال ورقمنه الاقتصاد ورقمنه الاداره تنجم تاثر على المؤسسه ايجابيا، كانت حكوميه والا من القطاع الخاص، وكذلك كيفاش نجم تاثر على حياه المواطن العادي اللي نجم يعمل حاجه جراس او ديجيتال ويربح فيها برشا وقت. كذلك اليوم حابين نوريو اللي تونس عندها كفاءات، وثم تقريبا 20 ستارت اب مؤسسه ناشئه جات قدمت الخدمات نتاعها، والهدف نتاعنا شنو؟ نحبوا نربطوا علاقات للمؤسسات الناشئه هذه اللي عندها قدرات كبيره باش تنجم تخدم وتنجم تعمل يعني شراكه مع المؤسسات من القطاع العام والقطاع الخاص، وعلاش لها البوتنسيال هذايا ما نصدروش نحو افريقيا والبلدان الاجنبيه. افتتاح الديجيتال ساميت كان من طرف رئيس الحكومه يوسف الشاهد اللي اكد على اهميه الاقتصاد الرقمي واهميه وضع اسس صحيحه للاقتصاد هذا اللي يمثل مستقبل تونس. كلمه اعلن فيها الشاهد على مجموعه من القرارات اللي باش تتفعل في الاسابيع القادمه. كنا أطلقنا مشروع ستارت اب اكت، معناه المؤسسات الناشئه، واليوم هو في مجلس نواب الشعب. ايضا اهم شيء هو انه تسهيل الخدمات للمواطن، اعلنا العديد من الخدمات ستكون موجوده معناه اونليني كيما المضمون او سجل تجاري، هذوما الناس كانت تمشي وتستنى. حقيقه تاخرنا في هذه الخدمات، ولكن اليوم في شهر انطلاقا من شهر ابريل ستكون موجوده للمواطن في اطار تسهيل خدمات المواطن، وايضا في اطار مكافحه الفساد. وربما اهم من كل شيء هو اليوم معناها انطلقنا في الموبيل بايمنت، يعني الدفع عبر الهاتف الجوال. توانسه معناها الهاتف الجوال موجود في تونس، سنتمكن انطلاقا من اليوم في انه تكون هناك عمليات خلاص بين البنوك وبين معناها المواطن عبر هاتف الجوال. ثم في شهر جوان ستكون بين المواطن والشركات التجارية، هذا حقيقة سيساهم في تقليص معناها العملة في السوق، سيمكن من مقاومة الاقتصاد الموازي، وهذه تكنولوجيا متقدمة توانسة الكل نجم يتمتع بها. مواضيع هامة وتريزاجور تم التطرق لها في الديجيتال ساميت،
مواضيع ذات علاقة بالتكنولوجيا متاع اليوم، لكن أيضا مواضيع ركزت على ترانسفورماسيون ديجيتال، على القوة متاع الديجيتال، وفيها رتور ديكسبيريونس متاع خبراء عندهم تجربة كبيرة في تونس وفي أسواق أخرى. اليوم احنا في موجودين في الـ TDS Tunisia Digital Summit على خاطر نقرأ بوكو أنه التوانسة معناها سو ديجيتاليز دو بلوس اون بلوس، وعنا معناتها ان نمبر دو كونيكتي اليوم نتاع في تونس ما بين الموبيل ولا معناتها الانترنت نورمال ديسكتوب يعني دو بلوس اون بلوس انتريسون. دونك اليوم لو بروسيسوس تاع لي اجونس كل لي كليون كل قاعد يتبدل، الكليون يولي معناها لو كونسوماتور ولا يدوموند حاجات جدد على عن طريق ديجيتال. دونك هوني احنا موجودين، قدمنا زوج حاجات، قدمنا اول حاجه البينيتراسيون تاع ديجيتال في افريقيا الفرنكوفونيه، معناها في افريقيا ما بين تونس والمغرب والجزائر ومعناتها كوت ديفوار والكاميرون اتسيتيرا، وقدمنا باش نقدموا اليوم العشرين ان شاء الله الحاجات الجدد اللي موجودين ما بين في الماركتينج ديجيتال ما بين فيسبوك وجوجل والمواقع التوانسة. حضرت اليوم في التي دي اس هذه الدوزيام اديسيون تاع التي دي اس باش نحكيوا على الديجيتال، حاجه مزينه برشا على خاطر المره هذه اسكندر هدار تاع لي سوجي اللي يحكي فيهم تري توندونس بلوك تشين انوفاسيون انفيرسي، فما حاجات مهمه ياسر ويلزمها تونس اليوم ان طونك بول ديجيتال انه السنسيبيليز انه تحاول لي سوجي هذوما نجبدوهم ونحكيوا فيهم باش ريالمون نعملوا ديفلوبمون به نتاع لي انفراستركتور نتاعنا ونتاع لي بوبولاسيون لي تالون جدد. اليوم الناس كل تحكي على ترانسفورماسيون ديجيتال والناس كل يوم واعي بأهمية ترانسفورماسيون ديجيتال، اليوم حابين ان بارتاجيو اكثر كيفاش نجموا اليوم نطبقوا ترانسفورماسيون ديجيتال كيف سوا اون انترن باش يكونوا عندنا لي زومبلوي نتاع الشركه نتاعنا ميو كونيكتي اون انترن ولا اون اكسترن، لافورماسيون تتعدى رابيدمون تتبارتاج رابيدمون، مي لو بلوز امبورطون كيفاش زاد اون بو سيكوريزي سيت اكسبيريونس باش السيد نجم يكون يخدم من اي بلاصه من اي اباري. مي زاد حابين نقدموا دي زيكزامبل نتاع دي ستارت اب توانسه شركات ناشئه تونسيه اللي هي اليوم تخدم على دي تكنولوجي انتيليجونس ارتيفيسيال، اليوم les applications كل المطالبين باش يكونوا plus intelligent يفهموا l'être humain كيفاش يخمم شنو هي لي sentiments نتاعو وينتيسيب لي besoins نتاع لي êtres humains. اليوم قدمنا دي زيكزامبل تاع دي ستارت اب توانسه اليوم خادمين دي applications يسوقوا في تونس والبرا من تونس، دي تشات بوت، دي applications de reconnaissance faciale والى غيرها كي سو باز على لي تكنولوجي d'intelligence artificielle fournie par Microsoft. عشرين ستارت اب كانت حاضرة في الإيفينمون، عشرين مؤسسة ناشئة قدمت جديدها وحكيت على روحها قدام رئيس الحكومة، لكن أيضا قدام الناس اللي حضرت في تونيزيا ديجيتال ساميت. اليوم في تونيزيا ديجيتال ساميت حابين نقابلوا العباد اللي قاعدين يخدموا على انترنت. اليوم جينا افيك اون فولونتي ديشانج باش نفسروا لهم شنو هما لي بوسيبيليتي نتاع لي كوميرس، شنو هما ينجموا يخدموا على لي كوميرس في تونس. الحاجه الباهيه سي كو تقابلنا مع بوكو دانونسور، بوكو دو بوبليسيتير، بوكو دو ماركتور اللي جاوا حابوا يسالوا شنو هما لي زوبورتونيتي ريال وشنو المارشي في تونس واسكو سورتو لي كوميرس سي المومون دانفستيغ فيه والا لا. احنا بالنسبه لنا احنا نمنوا انه 2018 هو عام لي كوميرس في تونس، هذاك علاش تونيسكوب شوبينغ باش نحاولوا نطوروه ونحاولوا نجيبوا اون ريبونس للمستشهدين في تونس. اليوم في التي دي اس جينا وانا في اون ديمونستراسيون دو فونكسيوناليتي باش ورينا اول مره مي كي با تيتخ لونسي تخي بروشينمون اللي هي لو كاشليس انتيغري ناتيفمون في وسط الكاسه، وبدينا بالاودينار ساشون كونو التينيوم فيها موبي كاش من قبل. دونك لا كاس انجستراز التينيوم اليوم البيرمي للكوميرسون باش يقبض فلوسو ديريكتومون ابارتير من الكاسه من غير ما يسحق حتى تي بي او من عند الكليون، والكليون ينا كا بورتي لي زانفورماسيون دو ريفيرونس نتاعو معناها كيما ريفيرونس نتاعو اون طونك كليون والكود بين نتاعو، والترانزاكسيون تتعدى ديريكتومون دو كونت ا كونت من غير حتى كاش. دونك سا سي اون بروميير ايتاب، اليوم اوني لي سول في تونس كي اون انتيغري ناتيفمون سيت فونكسيوناليتي لا. و
وعلى ذكر الستارت اب لا سيمين دو ديجيتال ركزت برشا على الشركات الناشئه. الجمعه 30 مارس في مجلس نواب الشعب لقاء بين رئيس الحكومه والستارت ابور والمهتمين بالانتربرونيريا في تونس، لقاء يسبق موعد هام وهو التصويت على ستارت اب اكت نهار 2 افريل. لقاء اليوم جاء بادره من سيد رئيس الحكومه، الهدف من اللقاء اليوم هو مزيد التعريف بالبرنامج نتاع ستارت اب اكت، وايضا مزيد التعريف بالخطوات اللي باش تتبع ستارت اب اكت بعد ما يقع المصادقه عليه ان شاء الله نهار 30 في مجلس نواب الشعب. حبت ايضا الحكومه تقول من خلال اللقاء هذا مع الشباب انه اليوم كما احنا تلاقينا في قصر باردو اللي يرمز للتاريخ وكيفاش انه الابداع يصنع الحضاره، حابين نقولوا ايضا للشباب انه بالابداع نجموا نصنعوا مستقبل تونس، ونحبوا الكوميونيتي هذه كوميونيتي نتاع الشباب المبدع نحبوها تكون هي القاطره باش نصنعوا مستقبل تونس الجديد. احنا كلنا امل انه ستارت اب اكت تعدي نهار 2 والحكومه جاهزه باش تعدي الاوامر التطبيقيه، ومن بعد ان شاء الله نحن قاعدين نخدموا باراليل على الفوند فون وعلى الانكلوزيون ريجيونال وعلى الكفاءات البشريه وتكوين الكفاءات البشريه. الهدف نتاعنا هو ان تونس تصبح بالفعل ارض ابداع وتميز. على هامش اللقاء هذا تقابلنا مع معشق شوق المدير العام للبريد التونسي اللي تم تعيينه نائب مدير عام مكلف بالاعلام والاتصال باليونسكو. انا فرحان على تم تعييني في اليونسكو، منظمه نعرفها مليح، منظمه عريقه، منظمه مهمه خاصه في مجال الاعلام والاتصال. ربي قدرني باش نخدم في المنظمه دي، وان شاء الله يكونوا نيكيب بيان اكتيف، معنا نكون فاعل في خاصه على الصعيد الدولي ونفيد بلادي ونفيد المجتمع وخاصه في المجال هذا. جمعه متحركه للديجيتال والستارت اب في تونس، تسبق جمعه اخرى متحركه بصفه اكبر. نحكيو على جمعه التصويت على واحد من ابرز القوانين اللي خدموا عليه لي زونتربرونور، ستارت اب اكت. ستارت اب اكت يقعد ركيزه هامه لتطوير خدمه الستارت ابور في تونس، ومعاه اكيد انه شابيتر اخر باش يبدا بالنسبه لخدمه لي جون هذوما في بلادهم. ان ايفينمون مهم جدا ركزنا عليه اليوم في اي تيك تونيزيا ديجيتال ساميت، دي ايفينمون اخرين جايين واكيد باش نركزوا عليهم ونقوموا بالتغطيه كالعاده. تلقاو الاخبار على قناه الحوار التونسي في اي تيك، خليكم مع دقيقه اورانج في لنا. أوروج تقدم لكم البورتابيليتي، الخدمة المجانية اللي تمكنك باش تولي مشترك أورانج من غير ما تبدل حتى رقم من نمرو تليفوناتك. اليوم تنجم تتمتع بخدمات وعروض أورانج موبيل الكل وتخلي نفس النمرو مهما كان المشغل متاعك. يكفي باش تمشي لأقرب بوتيك أورانج، تختار العرض اللي يناسبك وتعمل اللي تحب، تولي أبوني أورانج من غير ما تبدل نمروك. الكونسيي يفسر لك ويتلهي لك بالإجراءات. من لفش تستنى من توا اتنقل البوتيك أورانج باش تتمتع مجاناً بالبورتابيليتي وتولي أبوني أورانج. والأكثر معلومات للعروض فيكس موبيل اي انترنت www.orange.tn. تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه.